بمدينه كفر تخاري بالتنسيق مع البلدات المجاوره تنديدا بقصف الهمجي على اخواننا في الدب الجنوبي وحماس الشمالي، وتنديدا بهذا القصف والتهجير القسري الذي وصل عدده ما يقارب مليون شخص الى الشمال السوري. ونطالب المجلس الامن والضامن التركي بان يتخذ التدابير اللازمه بحق هذا الشعب الذي قد نكل به وقصف وهجر. يلي ربه معاك ينفذ مسيرتنا.